مقترحات ديالهم، ولا كذلك الملاحظات، ولا كتصب في صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتطلب التشارك والمشاركة والمناصحة والنصح، وكذلك التأزر والتشارك والاهتمام بقضايا رعاية سيدنا الله. كان جات الملاحظة الأولى تتعلق بالمقاولات اللي كتعرفوها بعد المشاريع، مجموعة ديال الاختلالات. وناشئ نتمنى تكون المقاولة المواطنة، نتمنى تكون المقاولة المواطنة باش تكون هي كذلك كحلقة من حلقات ديال تمثيل السلسلة ديال التنمية المنظمية. ما كانش حتى حد ما كيعطي فضل وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا ما كانش الإعمال بالقوانين القائمة ديال القائمة السوداء. أتمنى لا تكون القائمة السوداء، تكون القائمة ديال المقاولة المواطنة، ولكن لا كانت وبالتعامل معها بحزم وبجدية حتى لا يكون تلاعب فيما في إنجاز المشاريع. ثانيا، تغريب المصلحة العامة من طرف كل واحد منا، لأن الساكنة تنتظر انتظارات كبيرة جدا، ما تم القيام به كبير جدا، ولكن انتظارات خاصة. أي حاجة اللي حطيناها ريال إلا تحط، درهم إلا تحط، تتحط بالقوى عليها. علاش؟ حتى نضمن له استمرار والوقع الذي هو منشود. هذا هو السبب من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بالنسبة للملاحظة اللي جاء على مجموعة ديال المستثمرين، وهي التوازن الترابي فيما يتعلق حتى بالتشكيلة ديال كاين لجان محلية مشكلة كما جاء على مستوى دفاتر لي مانيوال دو بروسيدور بالنسبة على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولكن نتمنى على المستوى الإقليمي أن نتدارك هذاك المستقبل، مع تأكيد في انتظار ذلك أن يكون توازن بين 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 الدوائر وبين المراكز الحضارية، في انتظار ذلك تكثيف حملات تحسيسية وتواصلية على مستوى ولو اقتدى الحال بورتابول. ماشي الإنسان دكتور خاص يكون عندها ديك لابوليتيك كومينيكاسيون أغريسيف. حنا نمشيو دونك كما قال السيد عبد الهي بان لك المنتج، وكذلك احنا كان كيحنا نشوفوا لهم من السؤال في تحسيس بطاقه التواصل. بعض المتدخلين قال بان البرنامج تاكيد على البنيه التحتيه، ما كان البرنامج الخامس والتاهيل الترابي جالي يكمل البرامج الاربعه، جالي يكملها. اللي كيبقى هو التشخيص التشاركي، تتبع التشارك، هذيك الوقع على ارض على الطريق الى الصيبات ولا منشاف النخس يكون الوقع ديالها. كذلك تمت الاشاره بان الجهه المجلس الجهه ولا المجلس الاقليمي هما شريكين هامين، مشاركه وسيشارك اللي خاص يقلبوا كذلك في اطار المشاريع اللي كتحط انه كيبقى هذو شريكين انكونترنابل للمجلس الاقليمي ومجلس الجهه، ساعدوا مجموعة ديال المشاريع وراهم حاضرين وغادي تواجدين كذلك في مشاريع مستقبلية إن شاء الله. بغيت كذلك بالنسبة للموضوع اللي جاء على هو اللي أثار الكثير من 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 الكلام، وهو الموضوع ديال التأثير التقني خصوصا على مستوى مطروح بحدة على مستوى الضوء، مطروح بحدة على مستوى الماء، ولا على مستوى الفلاحة أقل من التأثير البيطري خلينا نقول على مستوى الطرق والمشاريع الفنية. أنا لا أدافع على المدير الإقليمي للتجهيز، ولكن الواقع كان عنصر بشري خارجي. الملفات ما كنحكوهاش بالشكل المطلوب. أنا اللي كنجد لا الهيئة الإقليمية ولا الهيئة المحلية أن الملف خاص يكون عنده سيرة كامل يتحط ملف يتحط، ولكن كنجد ثاني كذلك التجهيز طبيعة الحال عنده اقتصاد ديالو أهمية المسؤولية فيما يتعلق بالطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، لكن هذا الملف من الأهمية مطلوب. لكي نخف كيش تنسف فيما يتعلق بتنظيم الخارجات الميدانية. إذا كان العذر اللي جعل عليه سنة ذكرى ومشكلة السيارة ستوضع هنا يشار مبرسيل كثيرا من سيارة خاصة على مستوى العمل، إذا قال عذر سيارة خاصة للتركيب، ولكن نضبطوا البرامج ديالنا. إذا كنا غنخرجوا الجماعات ديال الشريف ولا الجماعات بورت ولا الجماعات ديال الجديد كل مبرمجين يكون الناس اللي كيتسنى وتنمعوا. دونك هذا سد. اما باش بطريقه استعجاليه وطريقه ذلك فيها شويه ديال العشوائيه وفيها شويه ديال الارتجاليه، حتى لاخر لحظه غنخرج نشوف المحل الفلاني، هما المقاول ما كاينش حتى لا حتى نعطي
الملفات ما تستحقوا من عنايه ومن اهتمام. لكن بغيت ندير ثلاثه ولا اربعه في السيمانه ندير غير جوج مليان. كان في دار التنظيم خرج ديالنا وهذيك كناش كذلك السلطات المحليه اللي كيبقى دور اساسي فيما يتعلق بالتنسيق وتوفير هذه الالتقائيه باش تكون على مستوى المحلي. وبغيت الا كان ممكن هذاك الموضوع اللي مطروح دابا ديال المنشات الفنيه وديال الطرق باش نحيدوا هذه لا فوطا فولتير توجور نقولوا المشكل ديال السير على مستوى ديال الفاس اللي اجتماع خاص على مستوى العمل اعتراض شخصيا حضور السيد المدير الجهوي والمدير الاقليمي السادة اعضاء الهيئه الاقليميه حتى المسائل كلها سيرتو الجماعات اللي عندها مشاكل في متعلق بهذه الملفات ديال باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. ما يتعلق بالطلب اللي جعل لسان السيد المدير ديال الجامعه ديال بورد قال بانه بقى عربيه ربما تساطر الكلام السيد المدير الاقليمي كان داخل الحرم ديال المؤسسه. لكن اتمنى شكون ان شاء الله دار الطالب ولا الداخليه ولا ولكن اتمنى بصفه استعجاليه وكنقرب شي اسبوعين ولا ثلاثه كنت تما في بورد رجعت ما قدرتش نتغدى باش تكون واقع معكم لان الوليدات ما عندهمش قطعوا الواد قبل ما نقلب على دار الطالب ولا انا وتكون هذيك ولكن المعبر الى المؤسسه ما كاينش المعبر الى المؤسسه الوليدات كيمروا على طرف ديال الحديده ديال الراي ديال التعليم. راه كان معايا السيد المدير الاقليمي ديال التجهيز وكان معايا المدير الاقليمي كان هو ديال انا السعيدي سيدي وصوم سيد الكثير العمود في هذه الحاله. اتمنى أن نكون جميعا إن شاء الله بحول الله وقد بشهد الحالات لأن هذه من أسباب ديال الهدر المدرسي من أسباب ديال عدم هذا جانب. التاني كذلك فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية كنت تشخيص تشاركي ماشي غير نعمر الملف ونسجل على نجي نتصور ونخرجوا ونشوفوا الطريقة اللي مشينا فيها كيفاش كتبوا أنه حتى المقاولات قبل ما دير معاهم شي حاجة يمشيو يشوفوا المحل غادي يخدموا فيه. كاين اللي ما عرفش حتى المحل وكيجي تيعمر وملي كيمشي تيقول لك انا ما خصني منين ندوز ما لقيتش المواد اللي كنت نسيت. هذا مسائل اساسيه جدا باش المقاوله اللي غادي تنزل المشروع. تقول كذلك كما كاين تشخيص التشارك تتبع التشارك باش نبداو في الزينه في الاول نتبعوها جميع ونقيموها جميع باش يكون الوقت المنشود. علاش كذلك بغيت نلتمس من الساده رجال السلطه والساده المنتخبين وكل هو فاعل ثقافه المجتمع المدني كاين مشاريع كبيره اللي دارت ولكن كدير اللوحه التعريفيه ديال المشروع مضروبه بالحجر ولا مهرسه ولا عوزه ولا هذا ومن هذيك خصكم انت كذلك تدخل في صلب اهتمامنا بالمشاريع باش الناس يعرفوا هذاك المشروع دار في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه خاصه واحد اللوحات ديال بعض لي بيست اللي كانوا داروا على مستوى بعض الجماعات. الا ما كانش ملاحظه اخرى نمر للنقطه الثانيه